صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انا اسمي سارة كريم وبعمل فيديوهات عن الفن. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن تكوين الالوان، عن خواص الالوان، وعن عجلات الالوان. برضو عايزه اقول لكم ان الكلام عن نظريه الالوان ممتع جدا بس ما بيخلصش، فتعالوا النهارده نفهم شويه اكتر عن الموضوع من غير كلام اكتر من كده. يلا بينا نبتدي. طيب بصوا، تعالوا نبتدي باهم واسهل حاجه، وهي الالوان الاساسيه. الازرق والاصفر والاحمر هما الالوان الاساسيه اللي عندنا. طيب يعني ايه اصلا لون اساسي؟ اللون الاساسي هو اللون اللي انت ما تقدرش تكونه من اي لون تاني، وتقدر بيه تكون الوان كتيره تانية. طيب الكلام ده جميل ومنطقي وانا مقتنعه بيه جدا، لغايه ما كنت عايزه اكون لون معين. تعالوا اوريه لكم. طيب دي كلر ويل بتاعتنا اللي احنا عارفينها، عندنا يعني بالزيرو هتلاقيه بالظبط الاحمر الاساسي بتاعنا، تمام، والاصفر، وبعدين الازرق. انا بقى كنت عايزه اكون اللون ده هنا كده. احنا كلنا عارفين بنفسجي بيجي من الاحمر والازرق، ندمجهم مع بعض يدونا بنفسجي. خلاص هي خلصت، ماشي اوكي، معنا عملت كده. عملت بقى ولفيت حوالين نفسي وفتح وغمق وحط ازرق اكتر، حط احمر اكتر، وايه حوار، وبرده ما وصلتلوش. هل مثلا اللون اللي البنفسجي اللي انا اخترته صدفه ده طلع على لون اساسي رابع مثلا، بما انه مش عارفه اكونه من الالوان الاساسيه بتاعتي؟ بالتاكيد لا. بس ده خلاني افكر، هل انا فاهمه الموضوع صح؟ يعني هل انا فاهمه الالوان الاساسيه صح؟ طيب لو احنا رحنا لسي جوجل وقلنا له ايه هي الالوان الاساسيه، هيقول لنا ايه؟ ابتكر السيد ايزاك نيوتن بترتيب الالوان التي تظهر في طيف الضوء، الاحمر والبرتقالي والازرق. هناك نوعان من العجلات يعتمد احدهم على الالوان الاساسيه RYB اللي هو الاحمر اصفر ازرق، والاخر يعتمد على الوان RGB اللي هو الاحمر والاخضر والازرق. طيب بصوا، احنا ملناش دعوه بالRGB، لان الRGB ده بيتعامل مع ضوء، والحاجات اللي بنستخدم فيها الRGB هي الحاجات اللي زي الشاشات، شاشه اللابتوب، الموبايل، التلفزيون. بس احنا كفنانين مش هنستخدم الضوء ونقعد ندمجه ونكون بيه اللوحه بتاعتنا، يعني تبقى حاجه روشه قوي بصراحه. بس لا، احنا بنستخدم انابيب الالوان اللي هي بتبقى مكونه اصلا من بودره اللون، او بنستخدم الاحبار. فعشان كده احنا بنتكلم اكتر عن الكالر ويل التانية اللي هو بيتكلم فيها، اللي هي RYB ريد يلو بلو. طيب الكلام ده محلليش المشكله بتاعت ان انا عايزه اكون لون بنفسجي ده. فده خلاني ابحث عن اكتر عن الموضوع ووصلني لبوينت معين، هي ان في حاجه تانية، كلر ويل تانية، احنا ما بنتكلمش عنها ومش بنيجي جنبها، ويعني كارفينها كارفه غريبه كده، وهي عجله الالوان. الالوان الرئيسيه بتاعتها هما السيان والماجنتا واليلو. في حرب دايره كده ما بين الكلر ويل دي او عجله الالوان ديت وعجله الالوان بتاعت RYB. في ناس بتقول ان دي هي عجله الالوان الاساسيه والصحيحه، وفي ناس تانية بتقول ان لا، دي هي عجله الالوان الاساسيه والصحيحه. طيب ليه الناس دي بتقول كده؟ الناس دي بتقول كده لان فاكرين لما احنا قلنا ان اللون الاساسي هو اللون اللي انت ما تقدرش تكونه من اي لون تاني؟ اللون الاحمر والازرق تقدر تكونهم من الماجنتا والسيان والاصفر، بعكس لون السيان والماجنتا ما تقدرش خالص 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 تكونهم من الاحمر والازرق بتوعنا. فهل الكلام ده صح ولا هما بيهروا؟ تعالوا نبص على الصوره دي. طيب بصوا، الجزء دوت بيتكلم عن RGB اللي هو الضوء، ولو مزجنا الريد بالبلو بالجرين هيدينا الضوء الابيض. الجزء التاني بقى هو الجزء بتاعنا، وهي الالوان اللي احنا بنخلطهم ببعض عشان تطلع لنا الكالر ويل بتاعتنا. هنا بيقولك ان اليلو والسيان والماجنتا هما الثلاث الوان الرئيسيه، ولو دمجنا الماجنتا باليلو هيطلع لنا الاحمر بتاعنا، ولو دمجنا السيان والماجنتا هيطلعوا لنا الازرق بتاعنا، لو دمجنا اليلو بالسيان هيطلع لنا اخضر، يعني يلا اخضر ببلاش. هل ده يقدر يتعكس؟ لا ما يقدرش. تعالوا نتاكد بشكل عملي بس عشان الواحد يبقى ايه مطمن. طيب بصوا، انا لما نزلت عشان ادور على السيان والماجنتا في المحلات ما لقيتهمش خالص، انا بصراحه مش عارفه ليه، بس حاولت اجيب الحاجات او الالوان القريبه شويه منهم. بالنسبه للسيان جبت فريديان جرين من بيبيو فرنساوي، و
بيبي والصيني جه لون تركوازي اكتر، بس ساعة لما انا جربتهم الفريدين جرين كان اخضر قوي عن الانبوبة. يعني بصوا هو باين ازاي من الغلاف ان هو لونه ازرق اكتر، لونه يعني صيان فاقع، بس من جوه اخضر قوي، فمنفعش معايا. بس نفع معايا اللي مدي على ازرق اكتر. ومعلومة كده عن ماشي الفرق ما بين البيبي الفرنساوي والصيني، اللي في الصيني بيبقى عليه XL زي ده اهو، مش تنفوش ازاي. الفرنساوي الجودة بتاعته احسن بس هو اغلى، واحنا مش محتاجين بصراحة. يعني بيبي الصيني جودته كويسة قوي وكافي. يعني بالنسبة للماجنتا، ملقتش ماجنتا، قعدت بقى ايه رايحة جاية عليها رايحة جاية عليها، مش موجودة خالص. بس انا لقيت عندي زمان يعني انبوبة عيني تعبانة خالص من مريض، مفروض مكتوب عليه ان هو ماجنتا برايمري ماجنتا، بس هو احمر جدا 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 عن الماجنتا، لان الماجنتا داخلة اكتر على البنفسجي، تحسوه بنفسجي بمبة فاقع قوي كده. ولقيت الماجنتا لايت، بس ساعة لما انا كنت بحاول اجرب اكون بيها الاحمر ما ادانيش احمر اطلاقا، يعني اداني لون خوخي كده غريب. واخيرا اللي نفع معايا هو روز 336، وهو يعني معلش الانبوبه متهانه برضو، بس ايه شبه الماجنتا قوي بس على اغمق شويه. فيعني ده اللي لقيناه وده اللي احنا هنحاول نتعامل بيه. فيلا بينا بقى تعالوا نخلطهم. اول لون هنحاول نكونه هو الازرق، وده بيجي عن طريق دمج الماجنتا السيان. هفرد لكم جنبه السيان عشان تشوفوا الفرق ما بينهم. شايفين الفرق ما بين لون السيان الفاقع ولون الازرق بتاعنا. دلوقتي هنحاول نكون الاحمر من الماجنتا والاصفر. كده فاضل لنا الاخضر، وده بيتكون من السيان والاصفر. تعالوا بقى نلونها جزء جزء عشان نثبت المعلومة بقى على الاخر. شايفين بقى فرق البيجمنت ما بين بيبي ومريز؟ شايفين مريز عامل ازاي؟ تحس ان هنا في شفافيه كده وده سوليد جدا. مش تخلي بالكم، شايفين الكوره دي؟ الكوره دي دي معناها ان اللون شويه ترانسبيرنت، يعني شفاف شويه. موجوده هنا في الاصفر برضو شايفين، بس مع الصيان بقت مربع اسود. يعني الاصفر مفروض ان هو شويه ترانسبيرنت زي الماجنتا، بس عشان في فرق جوده في نوع الماركه مخلي ان برده ده ظاهر ان هو قوي. بس دي مش حاجه وحشه او حلوه فكره، يعني في ناس بتحب تستخدم ده في الجليزنج مثلا، ده تكنيك احنا يبقى هنتكلم فيه بعدين يعني، بس ده مش بس الشيء السيء يعني.
دي عجلة الألوان بتاعتنا بغض النظر عن المجنتا المستفز ده. بجد عايزه انت ليه مايع كده؟ مش مشكلة بقى يعني، المهم ان احنا وصلنا اللي احنا عايزين نوصله. طيب تمام، بعد ما خلصنا الزروطة دي كلها، انا عايزة اتكلم عن حاجة مهمة، وهي ان احنا ما ينفعش نكلبش دماغنا على كولر ويل معين. يعني ايه؟ يعني احنا بقالنا زمن شغالين على الكولر ويل بتاعه الازرق والاصفر والاحمر لسبب وجيه، وهو ان الكولر ويل دي بتطلع لنا الوان طبيعيه. فمثلا لما بنيجي نرسم بورتريه او لاندسكيب او الزرع الاموره دي، هتلاقينا مش محتاجين الوان فاقعه عشان نرسمها. بالعكس، معظم الالوان اللي في الحياه الوان هاديه ورايقه وعادي جدا، مش محتاجين لون زي ده مثلا ان هو يدخل فيها. بس احنا لازم نبقى عارفين عشان نكونها نعمل ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو ان لكل فنان البلد بتاعته. يعني احنا مش بنستخدم السيان الاساسي والرئيسي، زي حتى انا دلوقتي ما استخدمتش البيور سيان في تكوين الالوان، استخدمت لون تركوازي اكتر وطلع لي اللي انا عايزاه. ومع الوقت كل فنان بيبقى عنده البلد الخاصه بيه. في فنانين ما بيستخدموش الاصفر خالص، بيستخدموا درجة معينة من الأزرق، ما بيستخدموش الأحمر، وهكذا. دي حاجة بقى بتيجي مع الزمن يعني، ومع الخبرة، ومع إحساس الشخص. يعني أنا بلاقي إن لوحاتي معظمها بستخدم فيها أزرقات، أو اللون الشيد الأزرق ده دايما على هوايا كده، وبيطلع لي الألوان اللي في دماغي زي ما أنا عايزاها، فدايما حطاها في الباليت بتاعتي. وعشان نفهم أكتر هي الألوان والكالر ويل ماشية إزاي، تعالوا نتكلم عن حاجة اسمها كالر جامت. طيب بصوا، احنا لو عندنا ثلاث الوان رئيسيه، الثلاث الوان الرئيسيه دول هيعملوا لنا كولر جامت او نطاق لوني على شكل مثلث رؤوسه هي الالوان الثلاثه اللي احنا اخترناهم، وده بينطبق عليهم او على اي ثلاث الوان تانية احنا ممكن نختارهم. وممكن برضو ما يبقوش ثلاث الوان، ممكن يبقوا اربعه، ممكن يبقوا خمسه، على حسب احنا بادئين النطاق او الجامت بتاعنا بكام لون. والموضوع ده ليه اسم تاني، وهو الكولر ماسكينج، ودي حاجة احنا هنجربها سوا مع بعض ان شاء الله في فيديو تاني. المهم هو ان احنا لو مختارين السيان والماجنتا والاصفر، هيكونولنا الرينج ده من الالوان. اي لون موجود جوه المثلث او النطاق اللوني بتاع التلات الوان دول نقدر نكونهم بيهم، واي لون بره ما نقدرش نكونه. تعالوا كده اوريها لكم على الفوتوشوب، اظن هتوضح معنا اكتر. طيب الالوان اللي احنا اخترناها بالويم كده، ماجنتا، اصفر، سيان، ما اخترناش ده، اخترنا لون تركوازي اكتر كده، عملوا لنا الكالر جامد بتاعنا اهو. ده الاحمر اللي احنا كوناه، والازرق والأخضر. أحمر أخضر الأزرق، أحمر أخضر أزرق. طيب بعد ما خلصنا بحور الألوان الأساسية دي، تعالوا نقوم نقفل الستارة ونيجي نتكلم عن الألوان الثانوية. طيب أحسن؟ يعني ما بقتش ضربة في وشي، ودي حاجة كويسة. تعالوا بقى نتكلم عن الألوان الثانوية. الألوان الثانوية هو دمج لونين أولين مع بعض، يعني الأحمر، هنكمل على كولر ويل الأحمرات، الأحمر مع الأزرق يدينا بنفسجي، الأحمر مع الأصفر يدينا برتقالي، الأصفر مع الأزرق يدينا أخضر. وفي كولر ويل بتاع السيان والماجنتا، إحنا قلنا بقى إن هو يدينا أخضر واحمر وازرق. طيب في حاجه ثالثه اسمها الالوان الثلاثيه، تقريبا الثلاثيه، الالوان الثلاثيه. يعني انا مش عارفه انا عطلانه في ايه، مش مشكله تعالوا نكمل. وهي بتيجي عن طريق دمج لون اولي مع لون ثانوي، وبتجيب لنا بقى رينج واسع كده من الهيوز او الالوان. فمثلا دمج الأحمر مع البرتقالي بيدينا أحمر برتقالي، دمج البرتقالي مع الأصفر بيدينا أصفر برتقالي، دمج الأحمر مع البنفسجي، بنفسجي بيدينا أحمر بنفسجي. ومن خلال بقى الألوان الأولية والثانوية والثالثية مع بعضهم كده، بيظهر لنا الكالر ويل المتكاملة بتاعتنا.
طيب بصوا، عشان الفيديو ده طول مني قوي هقسمه على جزئين، ده الجزء الاولاني، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن خواص الالوان، هنزله بعد ده على طول ان شاء الله. بس اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام. بس مثلا في اماكن تانية ما عندهمش الالوان دي كلها، دي مهمة اكتر من ان احنا نظبط اللون نفسه، ان هي دي اللي بتظبط عندنا دبس اللوحة او عمق اللوحة. والكروما هي مقياس، لازم نتكلم عن حاجة اسمها مانسيل كولر سيستم.